مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خططها الأمنية التي أعدتها لتأمين ليدان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات. الشرطة كلها موجودة وقايمة بالأمن والأمان ومحافظة على المكان ومحافظة على المرور. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا، هو بقى في أمل للطلبة ولينا احنا كمان. يعني أنا دلوقتي ولية أمر همشي ومطمنة على بنتي. أنا بنتي بتمتحن هنا وإن شاء الله هسيبها وأمشي أروح شغلي وأجي بعد ما تخلص، وكل ده سايبها أمانة في إيدين أبنائنا وإخواتنا من وزارة الداخلية، ربنا يحميهم. نشكر وزارة الداخلية شكر كبير أوي 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 على المجاهدات اللي هي بتعملها. تشمل الخطط الأمنية انتشاراً أمنياً فعالاً بمحيط اللجان التي يؤدي فيها الطلبة الامتحانات، وهو ما يوفر أجواء أمنية ملائمة لهم ولذويهم الذين ينتظرون خارج اللجان، وكذا تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان المختلفة. في الأمن موجود للحفاظ على أمن بنتي وأمن الطلبة طبعاً. يعني كنت انتظرها كل يوم، فممكن بعد كده بقى اجي اوصلها واسيبها وامشي. بصراحه النهارده التامين ممتاز جدا والطلبه داخلين في امان ومفيش اي حاجه عند المدرسه تزعجهم او تضايقهم، في امان وراحه، والطالب هو داخل خليين باله منه هو كده بس، هو ربنا يطمن عليهم يا رب ما يخرجوا يا رب. ولضمان انسيابيه الحركه المروريه فقد تم نشر خدمات مروريه بمحيط اللجان والطرق المؤديه اليها لتحقيق السيوله المروريه المطلوبه ومنع التكدسات، مع وجود اقوال امنيه لرصد الحاله الامنيه على مدار الساعه. ومع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، فإن الوزارة تحرص وفي إطار تطبيق المنظومة العقابية الحديثة بمراكز الإصلاح والتأهيل وفي مقدمتها إتاحة الحق للنزلاء في مواصلة تعليمهم، حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددا من اللجان بمراكز الإصلاح والتأهيل. قدمت والناس اتسهلت معاه في الإجراءات، والحمد لله توفر لنا مكان للمذاكره وللرعايه، والنهارده كان اول يوم امتحانات لينا، وبشكر وزاره الداخليه على تعاونها معانا. ياتي هذا الاجراء من قبل وزاره الداخليه في اطار اهتمامها بمعايير حقوق الانسان داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، واتاحه الفرصه للنزلاء في استكمال تعليمهم ليكونوا مؤهلين للاندماج في المجتمع.